السلام عليكم، ويلكم تريب 2. تعالوا بقى اخيرا كده نكمل ونخلص ليسن 2 اللي احنا عمالين نشرح فيه بقى لنا تقريبا 3 مرات. ليسن 2 في يونت 1 اللي هو بيتكلم عن graduation of properties. graduation of properties of elements. In the predictable, graduation of properties of elements in modern predictable. اتكلمنا عن atomic size, electronegativity, metallic and non-metallic. كان بقى لنا chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. اتفقنا ان المتالز عندنا بقى اللي هي اللوز الالكترونز، وان هي الاوتر ليفل عندها لزان 4 وبتكون بوزيتيف ايون. النون ميتالز جين الكترونز بتكون بوزيتيف نيجاتيف ايون. الاوتر ليفل عندها مور ذان 4. النمبر 1 نبدا بقى بالميتالز. نمبر 1 الرياكشن اوف ميتالز ويز دايليوت اسيدز. لما نيجي نعمل رياكشن للميتال لاي اكتف ميتال مع دايليوت اسيد، اشهر اسيد او السمبلست اسيد اللي احنا بنتعامل معاه اللي هو HCl هيدروكلوريك اسيد. طبعا هنستخدمه دايليوتد يعني مخفف، بنخففه بالووتر. يبقى عندي دايليوت هيدروكلوريك اسيد واحط عليه مغنيسيوم. بعد شويه هلاقي ان المغنيسيوم بدا يحصل له كده يعني ايفرفيسنس كده، ويحصل له ديزولفنج وشويه ولاقيه ديسابيرد في الهيدروكلوريك اسيد. بلاقي ان المغنيسيوم رياكت مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هو دايليوتد ده. المغنيسيوم ريبليسز الهيدروجين ويكون لي مغنيسيوم كلورايد بلس هيدروجين. بلاقي كده في بوب ساوند حصل، بيرنينج ويز بوب ساوند. البوب ساوند دوت دليل على ايفوليوشن اوف هيدروجين جاز. طبعا احنا دي ايكويشن هنحفظها نعملها بالانس كده. عندي الكلورين خارج 2، الهيدروجين خارج 2، يبقى ال HCl هو كمان لازم يدخل 2. كده بقت بالانسد ايكويشن. يبقى رياكشن اوف اكتف ميتال ويز دايليوت اسيد فورمز ايه؟ السولت اوف ميتال اند هيدروجين جاز. لو انا استبدلت المغنيسيوم بصوديوم يبقى هيديني صوديوم كلورايد اند هيدروجين. طب لو حطيت بوتاسيوم يديني بوتاسيوم كلورايد اند هيدروجين. يبقى اي ميتال او اكتف ميتال مع الهيدروكلوريك اسيد او اي اسيد فورمز الايه؟ السولت اوف ميتال اند ايفوليوشن اوف هيدروجين جاز. ده سولت يعني احنا عارفين من السنه اللي فاتت كده ان اي ميتال معنى ميتال او حاجه بوزيتيف معنى نيجاتيف هيكون لي حاجه اسمها سولت. يبقى انا كده عندي الميتال مع الدايليوت اسيد يبقى يديني الايه؟ السولت اوف ميتال اند ايفوليوشن اوف هيدروجين جاز. نمبر 2 الميتال ويز اوكسجين. ميتال اند اوكسجين. الميتال والاكسجين لو خدنا اكزامبل، عندنا اشهر اكزامبل واخدينه كده من برايمر 6 المغنيسيوم، اعمله بيرنينج في وجود الاكسجين. مغنيسيوم اعمله بيرنينج، تريانجل ده يعني بيرنينج ان بريزنس اوف اكسجين، فهنلاقي اتكون لي حاجه اسمها مغنيسيوم اوكسيد اللي عباره عن وايت باودر. لازم نوزن هنا O2 يبقى لازم تخرج 2، احط 2 هنا وهنا 2، يبقى 2 mg بلس O2 اعمل بيرنينج هيديني 2 MgO اللي هو مغنيسيوم اوكسيد اللي عباره عن سوري وايت باودر. الوايت باودر دي بقى لو خدتها اللي هو المغنيسيوم اوكسيد ده وعملت له ديزولفنج في الووتر، خدت الوايت باودر طلعت دوبتها في ووتر، اديني حاجه اسمها مغنيسيوم هيدروكسيد ام جي او اتش باي 2. اي حاجه فيها او اتش احنا واخدينها من السنه اللي فاتت اسمها بيز. السنه دي قالوا لي هي الكالاين او بيز، يعني الاو اتش دي يعني الكالاين. كل الكالاين عندي يبقى بيز. يعني احنا عندنا كده رول ان دي البيز الالكالاين جزء منها،
يبقى all alkaline is base but not all base is alkaline. فالالكلاين اي حاجه فوق اتش يبقى اسميها الكلاين. لو انا جبت الالكلاين سوليوشن ده حطيت عليه ليتمس سوليوشن الكالر بتاعه هيتحول لبلو. مش احنا من السنه اللي فاتت عارفين ان البيز اللي هي فيها او اتش changes او turns litmus paper into blue. اي بيز بتحول litmus paper لبلو. فانا عندي هنا دي بيز او الكلاين فبرضه turns litmus solution into blue. يبقى هنا الميتال مع الاكسجين هيديني ميتال اوكسايد. الميتال اوكسايد اللي طلع ده لما اعمله dissolving in water هيديني الكلاين solution. الالكلاين solution ده turns litmus solution into blue. استنتجنا من الكلام ده ان الميتاليك اوكسايد ده عباره عن بيزك اوكسايد عشان لما حصل له ديزولفنج في الووتر كون لي بيز اللي هي ام جي او اتش باي 2 دي اسمها مغنيسيوم هيدروكسايد فدي بيز عشان فيها عشان هي عباره عن ايه الكلاين اللي هو في او اتش فهي بيز. فبنقول كده ان احنا عندنا المغنيسيوم اوكسايد ده او اي ميتاليك اوكسايد بسميه بيزك اوكسايد. يبقى انا طلعت من الكلام ده بحاجه جديده عندي اسمها بيزك اوكسايد. البيزك اوكسايد ده اللي هو الميتاليك اوكسايد which dissolve in water forming a forming alkaline او بيزك سوليوشن. يبقى عندي البيزك اوكسايد اللي هو بتاع الميتالز. يبقى كده لما يجي يسالني على اي اوكسايد يقول لي هو الاوكسايد ده بيزك ولا اسيدك هروح بص على الاوكسايد ده هو بتاع ايه بتاع ميتال يعني صوديوم اوكسايد كبر اوكسايد مغنيسيوم اوكسايد ميتال اوكسايد يبقى ده بيزك اوكسايد. طيب ايه تاني عندنا لو احنا كده في reactions الميتالز مع الووتر نمبر 3 reaction of metals with water اللي هي H2O. الميتالز مع الووتر بتطبع حاجة اسمها chemical activity series. ايش معذرات عن الخط chemical activity series اللي هي عبارة عن ايه بقى arrangement of metals descending according to degree of chemical activity arrangement of metals descending يعني من المور اكتف للليس اكتف arrangement of metals descending according to على حسب ايه بقى degree of chemical activity يعني هو معظمهم اكتف بس بيختلفوا في درجة الاكتيفيتي بتاعتهم. يبقى metals مع الووتر بتبقى according to chemical activity series. Chemical activity series يعني arrangement of metals descending according to the degree of chemical activity. تعالى ناخدهم بقى بالترتيب كده عندي صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم زنك ايرون سيلفر كوبر. صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم زنك ايرون سيلفر كوبر. ده السيكونس ده بقى نحفظهم بالسيكونس ده صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم زنك ايرون سيلفر كوبر. ده الصوديوم والبوتاسيوم وانس ان انا احطهم في الووتر بيحصل رياكشن انستانتلي يعني اول ما بحطهم كده في الووتر بيحصل رياكشن بيفرقعوا على طول. فهنا بقول رياكت انستانتلي يعني لحظيا at the same time react instantly with water بيديوني pop sound. pop sound ده اللي هو خروج الهيدروجين جاز فيحصل evolution للهيدروجين جاز. يبقى هنا عندي الصوديوم والبوتاسيوم react instantly with water evolving
بوب ايفولفينج هيدروجين جاز with بوب ساوند، بيطلع وبيدي بوب ساوند. الكالسيوم والمغنيسيوم هحطهم في كولد ووتر وهسيبهم بقى، عليهم بقى ايه react slowly، react very slowly with cold water. يعني احنا مثلا ايه بنحطهم، حط المغنيسيوم مثلا، بناخد ايه بارت كده من المغنيسيوم ستريب واحطها في في الكولد ووتر، اسيبها مثلا في اللاب يومين ثلاثه قبل ما ارجع الاقيها ايه حصل، بدا يحصل لها رياكشن. فهي رياكت فيري سلولي وذ كولد ووتر، كالسيوم ومغنيسيوم رياكت فيري سلولي وذ كولد ووتر. الزنك والايرون، الزنك والايرون دول رياكت وذ هوت ووتر فيبر. الووتر فيبر عند هاي تمبريتشر، يعني يكون ووتر فيبر سخن كده، فيحصل رياكشن للزنك والايرون. يبقى الزنك والايرون رياكت وذ هوت واتر فيبر. السيلفر والكبر بقى، هاتوا كده بقى خاتم فضه، حطوه في الميه سخنه، ميه ساقعه، ميه مشبره، ميه سنه، حصل له حاجه؟ الحاجات اللي بنستخدمها في الجيلري، السيلفر والجولد والبلاتينيوم والكلام ده والكبر كذلك، don't react with water. يبقى السيلفر والكبر don't react. يبقى عندي كده نفسي بالسيكونس ده، صوديوم والبوتاسيوم دول اللي هما very active بقى، react instantly with water. كالسيوم مغنيسيوم react slowly او very slowly with cold water. زنك ايرون react with hot water vapor. السيلفر والكبر don't react with water. علشان كده احنا كده كنا من السنه اللي فاتت بنقول ان البوتاسيوم والصوديوم kept under kerosene or paraffin oil to prevent reaction with atmospheric air or with water. في عندنا ابلكيشن كده لو احنا عايزين نعمل بولشنج او عايزين ننظف الحاجات السيلفر اللي عندنا، مثلا اي سيلفر ويرز او اي حاجه مشغوله من السيلفر، يعني بنحط الحاجه اللي احنا عايزينها ننظفها دي في الومنيوم فايل، ورقه الالومنيوم يعني، ونحط بويلنج ووتر، يعني ميه بويلد ووتر وميه مغليه، ونحط عليها بيكنج باودر. عارفين بيكنج باودر اللي بنقول عند العطار ده نحطه في الكيكه والحاجات دي، هنحط البيكنج باودر على الهوت او البويلنج ووتر، نحط فيها الحاجات السيلفر اللي احنا عايزين نلمعها ونسيبها ربع ساعة نص ساعة، وبعدين نيجي هنلاقيها بقت بتبرق زي الفل. طيب تعالوا بقى ناخد النون ميتالز بقى، الكيميكال اكتيفيتي اوف نون ميتالز، نفس اللي قلناه هناك نيجي نقوله هنا. نمبر 1 رياكشن اوف نون ميتالز with dilute acid. هجيب هيدروكلوريك اسيد برضو زي ما استخدمناه هناك، احط عليه ا بيس اوف كول، حته فحم كده كربون يعني، واسيبها واقعد جنبها لحد الصبح ولا يحصل اي حاجه. بنقول بقى كده يبقى الكربون ده كنون ميتال مع الدايليوت اسيد نو رياكشن. يبقى نون ميتالز دونت رياكت وذ دايليوت اسيد از هيدروكلوريك اسيد. نمبر 2 النون ميتالز with oxygen الكربون لما اعمله burning وجود الاكسجين يديني كربون دايكسايد. ده السنه اللي فاتت كربون عن الاكسجين، اعمل burning يديني كربون دايكسايد. خدت الكربون دايكسايد ده زي الشاطر كده وعملت له dissolving في الووتر زي ما عملت برضو في المغنيسيوم اوكسايد هناك. اما اعمله boiling في الووتر يديني حاجه اسمها كربونيك اسيد H2CO3. احنا متعودين كده من بريب 1 ان اي حاجه بتبدا ب H اسمها اسيد، فده ايه كربونيك اسيد. كربونيك اسيد ده خلاص بقى ليكويد، لما احط عليه ليتمس سوليوشن هيبقى ريد، او ليتمس بيبر هتتحول الكلر بتاع الريد بما انه اسيد بيحولها الريد. استنتجنا زي ما استنتجنا هناك ان الاوكسايد بتاع النميطه اللي اسمه اسيديك اوكسايد، فعندي حاجه اسمها اسيديك اوكسايد
اوكسايد اوف ايه؟ نون ميتال. يبقى نون ميتاليك اوكسايد which dissolve in water forming what? Forming acidic solution. يبقى لما يجي give reason the non-metal form acidic oxide أو the oxide of non-metal is acidic oxide because it dissolves in water forming acidic solution طبعا which turns litmus solution into red. اخر حاجة بقى احنا كده عندنا ايه بقى فيه acidic oxide بتاع non-metals وفي basic oxide بتاع metals. في عندي بقى حاجة اسمها ايه amphoteric. في نوع من الاكسايد اسمه amphoteric amphoteric او amphoteric oxide. الamphoteric oxide ده اكسايد كده ايه يعني يروح عند الاسيد يقول له انا بيز يروح عند البيز يقول له انا اسيد react with acid as base and react with base as acid. هو كده amphoteric متردد ملوش شخصية reacts with acid as base and reacts with base as acid. ده بيبقى الاكسايد بتاع الميتالويدز. مش احنا خدنا الميتالويدز اللي هي have properties of metals and non-metals فهي برضو يعني معناها برضو ملهاش شخصيه كده فعندها شويه metals وشويه non-metals فبرضو الاكسايد بتاعها ما عندوش شخصيه بيتكون لي برضو ايه بيبقى ساعات acid وساعات base. فالamphoteric oxide هو الاكسايد which react with base as acid and react with acid as base اللي هو بتاع الميتالويدز. وعندي كمان الالومنيوم اوكسيد Al2O3. الالومنيوم اوكسيد ده اكزامبل على ايه ده هو مش الالومنيوم اوكسيد ده المفروض ان هو ميتاليك اوكسيد يعني بيزك اوكسيد يعني هو رغم ان هو ميتاليك بس هو ايه يعني في صم ميتالز كده زي الالومنيوم برضو بتبقى عندها شخصيه يعني في الاكت ويز اسيد از بيز ورياكت ويز بيز از اسيد فشغاله يعني علوم جي. فهو اسمه امفوتيريك اوكسيد. الاكزامبل عندنا الالومنيوم اوكسيد او الاكسايد اوف ميتالويدز. كده احنا خلصنا الحمد لله الحمد لله على السلامه خلصنا خلصنا ليسن 2 اللي يعتبر اطول ليسن اصلا عندنا في المنهج. فخلاصه خلاصه الكلام ده في ليسن 2 احنا ليسن 2 بيتكلم عن الجرادويشن بروبرتيز اوف اليمنتس. اتكلمنا عن الاتوميك سايز قلنا الاتوميك سايز ديكريز ان بيريد انكريز ان جروب. اتكلمنا عن الكترونيجاتيفيتي ان هي عباره عن ability of atoms in covalent molecule to attract electrons towards it. وبناء على ال difference electronegativity صنفنا ال covalent bond ال polar و non polar و ionic. قلنا ال polar بيكون ال difference in electronegativity relatively high between 0.4 و 1.7. وبعدين اتكلمنا عن المتاليك و non metallic properties اللي هي المتالز و non metals و المتالويدز والانرت جازز. دي انواع الاليمنتس اللي موجوده في التيبل. بنبدا اي بيريود بميتالز وبعدين ميتالويد وبعدين نون ميتال وبعدين انرت جاز. يبقى لو جينا نعمل سيكونس كده للاوكسايدز اللي احنا خدناها النهارده يبقى احنا بنبدا طبعا احنا اتفقنا فروم ليفت تو رايت احنا بنبدا ايه بميتال ميتالويد نون ميتال وبعدين انرت جاز. يبقى الاوكسايدز تبدا بيزك امفوتيريك بعدين اسيدك على حسب الاليمنتس بتاعتها. اوكي ف ثانك يو نشوفكم الليسن اللي جاي ان شاء الله. ثانك يو.